السلام عليكم يا احلى متتبعين، ان شاء الله تكونوا على خير وفي صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم فلوج جديد، غادي تمشيو معايا لواحد البلاصه زوينه اللي هي عين تيمدرين. غير الناس ديال بنيه صغار هما اللي غادي يعرفوا هذه البلاصه بالضبط فين جات، الجهه ديال المنزل، والمنزل اقليم ديال صفرو. كاع الناس ديال المنزل راه كيزوروا هذه البلاصه هذه. واحد العين اللي هي زوينه بزاف، الناس اللي كيبغيو يصبنوا الفراش كيجيبوه، اولا غير دوزو نهير زوين كيتكراو هنا البيوتا. دوزنا نهار زوين بزاف، بغيت نشاركو معاكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، نتمنى تعجبكم هاد البلاصه هادي. واللي جا المنطقه ديال المنزل يزور هاد العين هادي، راه زوينه بزاف. وانتم غادي تشوفوا معايا هنا فين كيبانوا هاد البيوتا كيتكراو، كدوزي فيهم النهار. وكاين اللي كيجيب هكا معاه الماكله ديالو، هنا ما كتبعش الماكله، كيتباعو غير بمويات وهكا المناضه شي حاجه خفيفه. ولكن راه اللي كيجي لهنا كيجيب معاه البوطه ديالو، اولا كيجيب طياب واجد، على حساب كل واحد وشنو كيفضل. وحنا جينا هنا تغدينا ودرنا الكوتي، داز نهار غزال بزاف، ونتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. وخليكم معايا وشوفوا الفيديو حتى الاخير، نتمنى ينال اعجابكم. فإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لي لايك، التشجيعات ديالكم، كذلك خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. وما تمشيو فين، خليكم على الفيديو حتى الاخير. هاد الجهه دي لتحت شويه كيف ما كتلاحظوا راه فيها الماء تبارك الله كتير، والماء بارد وغزال. الجو هنا زوين بزاف. بلاصه زوينه وجو مبرد، الناس كيجيو هنا الصباح بكري باش كيستمتعوا بالوقت، كيستمتعوا بالنهار كامل. حنا جينا هكاك مع ديك 12، المهم لعبنا شويه في الماء وتبردنا، من بعد تغدينا. وكاين الواد لتحت فين كيعوموا هكا تما صالح العومان غرق شويه. السلام عليكم مي. ايوا شنو راكي كديري؟ حنا جينا النار العين. عين تيمدرين. غزالة وعامرة ومبردة. والجو زوين. غزال. دابا حنا كنكبو غادي نتغداو. جبنا الحيمة وشرينا في الشفرجل. الله يعطيك الصحة. كنصبحوا البنات. ديك الزبون. ديجا غزال تبارك الله. دي بالك. هو منو. البرودة مرة داكشي عندك مضغمر. لا شنو على الزهرة. شاركت معكم الغداء ديالنا هكا، جبنا اللحم طايب من الدار وصفرجل حتى هو معسل، هنا قلينا غير الفريت. وشاركنا معكم غدا بسيط ولكن راه داز نهار غزال والاجواء زوينه، وحتى هكا الماكله في الطبيعه. شنو ما خرجتي معاك البرا راه كيجي بنين وزوين هكا، شليضه ديال فلفله ومطيشه الزيتون. الدراري راهم كيقشبوا على مي تبارك الله، على الزهره تبارك الله، على الزهره. الاجواء صراحه زوينه واللمه العائليه، وحتى ملي كتكون الخريجه مع هكا مع لا فامي راه كتجي خريجه اللي هي زوينه، الضحك تقشاب والجو كيكون زوين. ودابا بعد ما تغدينا غادي ندير واحد الدويره. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا الطبيلات كيبيعوا هادشي ديال الحلويات ولي بسكوي، هنا هادشي اللي عندهم ديال الشكلاط كيحطوه هكا في الماء باش كيحافظ على ديك الشكلاط ديالو ما كيدوبش مع الصهد والحراره. هكا كتلقى حفيرات كيدوروهم بالحجر وكيخليوهم هاد لي بيسكوي هكا هنا باردين، ولا المونادا ولا دانون. وغادي نديرو دويره ومن بعد غادي نمشيو لهداك الواد اللي لتحت قلت لكم. هانتوما هنا راه الناس صبنوا الفراش ديالهم، الفراش راه كيقطر هنايا. الناس كيكريو هكا طوموبيلات وكيجيبوا الفراش كامل كيصبلوه مزيان، وكي هنا الماء كتير كيتشلل مزيان. وخليكم معايا غادي ندير واحد الدويره.
سيري سيري عندك عطيتك كيف غادي يخرجك يلا القنطرة ديال وهكا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنشكركم بزاف على المتابعة وما تنساوش لي لايك الفيديو. تشجيعات ديالكم الاراء ديالكم كتهمني، وكنقول لكم شكرا بزاف، تبقوا على خير ونلتقي في فيديو اخر.